لو عندك حلول وتجي تعال توكل واحنا نعينك، لو ما عندك حلول اقعد ولا تورط نفسك وتورطنا. في لقاء سابق مع قناة التغيير أكد مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني أن الحكومة المقبلة بحاجة لرئيس وزراء يمتلك رؤية تتناسب مع حجم التركة الثقيلة ومواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والمعيشية. محاربة الملفات المهمة واللي هي الفساد اللي ينخر الدولة ويهدد كل والتحديات الاقتصادية والأمنية، وكذلك موضوع شكل الحكومة. شكل الحكومة احنا مو نجيب لنا رئيس وزراء على المرأة، رئيس وزراء حباب مطيع، نريد نجيبه شخص يمتلك رؤية، يعرف شنو اللي ينتظره، مو يجيني يقعد على الكرسي وقال لي والله تركة ثقيلة. هي تركة ثقيلة، منو ما يقول لك مو تركة ثقيلة؟ ليش انت ما تدري انه تركة ثقيلة؟ لو عندك حلول وتجي تعال توكل واحنا نعينك، لو ما عندك حلول اقعد ولا تورط نفسك وتورطنا. المواطن ما معني انه سين او صاد، المواطن يريد حكومه رشيده، حكومه تقوم بواجباتها، حكومه عندها برنامج واضح يواجه هذه الازمات الخدميه المعيشيه الامنيه الاقتصاديه. ايا كان الذي ياتي يحقق هذه الحلول لهذه المشاكل ما عنده مشكله المواطن. تمام، صحيح لو لا؟ اتفقنا. فمرات اكو فد خلط وكأنه المشكله في اصل التوافق او الاغلبيه، وهو تلاعب بالمصطلحات بصراحه، لانه اليوم دعاه الاغلبيه هم ايضا يميلون الى اغلبيه مكوناتيه محاصصاتيه، يعني ماكو فد شيء جديد.